ام خن بالقاف ام ارت انف من حتم اللي تحتها نقطه بيت حاء عشان ما عندهمش حاء في الانجليزي حتم ام اسمها بحبها جدا ام تا بنجت. معنى الجمله دي اختصارا عشان مش الدرس بتاعنا النهارده بس هسيبها عشان نعلقها على المره اللي جايه ان اعمال البطوله التي ينجزها الانسان لن تمحى من على هذه الارض. مين اللي قايل الجمله دي؟ قائد عسكري مصري من 3000 سنوي اشترك في حروب الحكام خاصوت اللي اليونان بعد كده سموهم هكسوس. هكسوس مش هيروغليف، حكام خاصوت. ففي محاضره الحربيه والعسكريه في مصر القديمه هنركز فيها حته حته، بس انا قلت ايه اجر رجليكم نعمل زباين عشان تقولنا في المحاضره، فهنحتفظ بيها دكتورنا عند حضراتكم هديه من هنا الى الاتحاد السوفيتي. هنفتح بقى في الايه؟ هنفتح بقى في المحاضره. ماشي؟ خلاص. ماشي؟ اتفضل.